صفا، انتوا عاملين الفرقه بقالكم قد ايه؟ انا عامله الفرقه بقالي سنه. سنه؟ اه. واتجمعتوا ازاي؟ انا احتكاكي بالمجال يعني بقالي، جيت 2013 هنا في القاهره. كنت قاعده في سوهاج طول عمري يعني. طول العمر في سوهاج؟ اه. كنت بتدرب في قصر ثقافه سوهاج، وجيت هنا 2013 و يعني دخلت كذا فرقه، يعني فرق في مسرح البالون، في كذا فرقه وفرق مستقله كتير. حلو. فاللي هو يعني احتكاكي بالمجال خلاني اعرف يعني اهل المجال. فتعرفتي بقى على الزملاء. حلو. أوه. جدا جدا جدا. طب انا برضو هنا هاخد راي كل واحد، حد فيكم اشتغل معاه عازفه بتاء التانيث ربابه قبل كده ولا لا؟ طبعا خالص ولا مره في سوهاج؟ استحاله. لا استحاله. بهزر ايه؟ وبعدين طلعت سوهاجيه في الاخر. دي ترجع على البلد، دي ما تقعدش هنا خالص نهائي. طب لما 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 لقيتوا انه صفا بتجمعكم، خلاص انتوا اتعرفتوا على بعض وعارفين بعض وكلنا اولاد مهنه واحده وكلنا بنعمل بالموسيقى وبتاع، لكن ما شكتوش؟ الم يساوركم القلق؟ ها أكيد. مين المتحدث؟ اكيد. لا صوركم القلق؟ لا 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 لازم الواحد تحيز للسوهاجيه. الصعيدي ما بيرحمش. احنا نتحاسب مع بعضينا لكن مش على الهوا. هم ممكن يكونوا قلقانين من فكره ان ست يعني وكده. بس انا بدرس برضه عشان اعرف اكتر في اكاديميه الفنون. بتدرسي على الربابه ولا على تراث الموسيقى الصعيدي والموسيقى الفلاحيه والحاجات دي كلها؟ الموسيقى بشكل عام. بشكل عام. بتفكروا يا جماعه تطلعوا تلعبوا مزيكا بره ولا لا؟ اكيد بجد والله. بنسافر. الفكره جايه في دماغكم؟ احنا بنسافر وبنلعب بره كتير. يعني انتوا بتسافروا بالفرقه بتاعتنا دي بتطلعوا بره ولا لا؟ بالفرقه دي لا. لسه ما سافرناش. بس ممكن كل واحد لوحده او اتنينات او حاجات زي كده. ولعبتوا مزيكا فين؟ احكوا لي. انا الحاجات دي بالنسبه لي مهمه جدا. كتير. حدث ولا حرج. لعبنا مزيكا في احنا لعبنا مزيكا في امريكا ولعبنا في فرنسا وفي بلجيكا واوروبا بالكامل يعني، وباقي الدول العربيه. حلو. فدول يعني ناس عربية أصحابنا. ناس قديمة قوي يعني كلهم من زمان. لا ما دول لا يعني سياد الشغلانة زي ما بيتقال. ايوه. السينيورز.